حاسه انه تاع البيتزا بس انا حفتحها، انا قويه. بعد هذا الفيديو مستحيل اطلب بيتزا بحياتي. بعد هذا الفيديو مستحيل اتزوج بحياتي. بفيديو اليوم راح نلعب اثنين لعبه رعب، الاولى البيتزا المرعبه والثانيه الزوج المرعبه. معقول اقدر اختم هدول اللعبتين بفيديو واحد؟ بدك تبلش الفيديو بدون ما تحط لايكات؟ شوفوا انا بعرف انه كتير صعب نوصل 20,000 لايك بنفس اليوم، بس خلونا نحاول، يمكن لو مره واحده تزبط معنا. انا والبيتزا مجتمعين على طاوله واحده وبلعبه واحده، ما بعرف كيف، عم بفكر اسكر الجيم واقوم. ليه يا كم بتعملوا معي؟ انا كتير جوعانه. بلاي بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هاد واحد عم بحكي معي تحت؟ هذا انا اللي بحكي مع حالي. انا متحمسه جدا لحفله اليوم، يجب ان احضر نفسي. ليتس جو. هي بس شو الحفله؟ بعرفش، بعدني بحكي مع حالي، يعني انا مستمره في الكلام مع نفسي. هذا هو الجانب اللي انا بحبه. قبل ما نروح الحفله تعالوا نطلب البيتزا. اوكي، مبدئيا عندنا اول مهمه اللي هي نطلب البيتزا. من وين نطلب البيتزا؟ من مطعم البيتزا طبعا. اوكي، طيب كيف نطلب البيتزا من مطعم البيتزا؟ طب قبل ما نطلب البيتزا من مطعم البيتزا تعالوا نتعرف على احنا وين موجودين. اوكي، مبدئيا هذا البيت بيتي صراحه جدا لطيف، عندنا مطبخ. شو هاي؟ اوكي، هذا الرقم اللي بقدر اطلب منه بيتزا. حبيت المطبخ تاعي، بس ليش مش انا اللي بطبخ؟ يعني اشمعنى ليش لازم اصرف فلوس؟ ليه ما اطبخ بيتزا مع نفسي؟ عندي ثلاجه وعندي كل شيء، طلعوا المطبخ كامل مكمل. تعال نشوف الثلاجه ايش فيها. بقدر افتح الثلاجه. اوه ماي جاد، نايس. حاطه شبس بالثلاجه. سكر الثلاجه. يفضل اني ما اطبخ ابدا، يفضل اني ما افوت على المطبخ بحياتي. تعال نشوف باقي البيت يا جماعه. ان شاء الله علي، والله صار في على البيت مكلفه، يعني الكنبايه هاي بتوقع كلفتني شيء 40-50 دولار. حبيت. اوه عندي نقف. نقف؟ متى اخر مره رحت على مصر انا تكون عندي نقف؟ قصدي كاسات وصحون. ما شاء الله ما شاء الله تلفزيون، يعني انا جايبه كل شيء بالبيت، جايبه غساله، جايبه مجله، جايبه صحون، جايبه نقف، الا التلفزيون. اعفن تلفزيون موجود في السوبر ماركت وحطيته. ليش هو التلفزيون متجاب من السوبر ماركت؟ تعال نشوف الحمام. نايس، حمام جدا عادي. غرفة نومي، ليتس جو. ايش هاي؟ مكان ما بحط اوعية. حبيت. شو هدول؟ دول انا واولادي؟ ما حبيت. وين عيوننا؟ وين عيوننا؟ لا تقولوا لي لا 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 ريما لا تفكري بهذا التفكير، ارجوك ارجوك. اللي عرف شو فكرت احكي لي بالتعليقات. ايش هذا اللي هون موجود؟ في شريط، في ساعة هون. الظاهر هذا الشريط والساعة راح يكون لهم اشياء متقدمة في اللعبة. الله علي الله علي. لا في زبالة جنب تختي، الزبالة لازم تكون بالمطبخ. طيب أنا هسا بدي أعرف لو أنا بدي أهرب من هذا البيت، هذا الباب بفتح ولا لا؟ يما يي هذا يي والله بفتح. ويت ويت ويت، ما بدي أهرب. سكر. ما كنت بعرف إنه بفتح. مبدئيا نرجع للخطة الأساسية تاعتنا واللي هي إنه إحنا متحمسين كثير كثير، عندنا حفلة لازم نروح عليها، بس قبل ما نروح عليها لازم نطلب البيتزا، فنتذكر إنه كنا نطلب بيتزا. منين نطلب بيتزا؟ من هون. أوكي، 8-3-4-7-1-1. طب بدنا تليفون، هذا التليفون صح؟ اوكي، انتر ذا نمبر 8-3-4-1-1. اللي بوجهك وروحي شوفي قديش التليفون. كانسل. 8-3-4-7-1-1. 8-3-4-7-1-1. 8-3-4-7-1-1. عبقري ما. والله برن عن جد، قرته مزح انا. رد علي. نعم. يخرب بيتي، ليه طلبت هالقد بيتزا؟ طلبت أربعة لارج. ليه؟ مين نطعم الفيلة اللي عندنا بالبيت؟ ايش فيه؟ قديش حدفع حسة؟ ليه؟ اوكي، كونه البيتزا رح يجي كمان شوي يا جماعة، فلازم أعمل شغلات تانية. ويت، أنا انصدمت، أنا طالبة بيتزا قبل شوي، أنا عبين ما تيجي البيتزا لازم، مش لازم، عبين ما تيجي البيتزا عم بحكي لحالي لازم أروح آكل سناكس. ليه؟ ما احنا طالبين بيتزا، ليش بدنا ناكل سناكس؟ يخرب بيتي، إيش في؟ في بني آدم تاني عايش ببطني يا جماعة. I should set everything up in the living room. مش عارف، بده ياني أروح أجيب 3 سناك وأروح أحضر شو الموفي، طب والبيتزا اللي رح تيجي؟ طلبت 4. أوكي، أنا بتذكر إنه لقينا سناك بالثلاجة. يس، هذا كيس الشبس محطوط بالثلاجة. الله، أوكي، وين لازم ناخذهم؟ لازم ناخذهم على غرفة الضيوف. أوكي، حطه هون. اجت البيتزا. البيتزا ولا ضيف هذا؟ ما بحبش الضيوف اللي بيجوا بالليل انا. طيب يخرب بيتك. ما حبيت بالمره. مين اللي اجى؟ وين البني ادم اللي كان؟ فوت على البيت، فوت على البيت، فوت على البيت، فوت يخرب بيتك. سكر. يمه، مين اللي كان يدق على الباب؟ يا جماعه الخير، في شيء غريب. هاي اللحمه اللي في ايدي مش المفروض تكون سناك. انا طبعا طنشت الباب، طنشت كل شيء ومركزه بدي اجمع 3 سناكات حاليا. اوكي، مش مهم مين كان موجود على الباب، المهم انا بس بدي افهم شغله واحده، اللحمه كيف معتبرينها سناك؟ مش فاهم.
التليفون برن، باب برن. اوكي شو هاد؟ مطعم البيتزا برن علي، بس شو اللي انكتب؟ كتبوا خرابيش الدجاج حرفيا، شكله الخط معلق. عادي عادي بتصير، شو اسمه العامل بيكون مشغول وحرام ومش مهم. اوكي شو هاي كيت كات؟ مش مهم، نجمع السناكات احنا. عادي ايش في؟ شو صار؟ اوكي قطعت الكهرباء، بقول لي لازم نروح نشوف اذا الكهرباء ليش قطعت. بطل طرف احكي، بدنا نروح نشوف ليش الكهرباء قطعت يا جماعه. عادي عادي ممكن اكون شو اسمه ناسي ادفع فاتوره الكهرباء. عادي عادي بتصير باحسن العائلات. كانوا سكر الباب علي. وين ممكن دعيت الكهرباء تكون محطوطه؟ في اشي لازم اشيك عليه بس شو هو مش عارفه. اوه في ممر من هون. جايز في اشي غاد. اوه ماي جاد وين اختفى؟ اوه اثر اقدام، في حدا، في حدا تسلق على الحيط لونه احمر. جايز هاي اثر اقدام. اوه ماي جاد، تعال نرجع الكهرباء، تعال نرجع الكهرباء، مش مهم الباقي. اوكي تعال 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 نفوت على بيتنا، نفوت على بيتنا واهرب اهرب. ولك اركض يخرب بيتك، ماشي على بيت، امشي امشي. ليش انا بيتي هيك في نص الغابه؟ بدي افهم، ممكن اعرف ليش ماخذ بيت بنص الغابه؟ اوه رجعت الكهرباء الحمد لله. اوكي خلص نروح ناكل سناكس قبل ما يجي تاع البيتزا. ايش في هاي سناكس؟ بقول لي ايش؟ لازم اشغل التلفزيون حاليا. صح في شريط بغرفه نومي، تعال نجيبه، ممكن شغلنا التلفزيون. اوكي نحضر فيلم، ناكل سناكس، شو الحياه جميله. حطه هون وانا نحطه. ليش الشريط انحط على الطاوله؟ في مين على الباب؟ يا رب يكون تاع البيتزا، مش حاسة انه تاع البيتزا بس انا حفتح، انا قوية. واسوأ وجبة بيتزا بطلبها بحياتي، نو واي اطلب بيتزا مرة تانية بحياتي كلياتها، انا اصلا بكره البيتزا، انا والبيتزا ما بنجتمع بمكان واحد. بلشت الجيم اللي بعده، بلشت الجيم اللي بعده. مش عارف انا مش كثير مرتاح للعبة رقم 2 بس حاك بس ستارت. حبيت الموضوع، في خاتم زواج، اوكي انا اي لاف ات. ليه 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 ذكر الموت؟ ما ليه بدنا نعيش؟ جد هاي عندي مشكلة فيها، إنه لا يفرقنا إلا الموت، ليه ذكرة الموت عند الزواج؟ ليش ندخل أم الموت بالموضوع؟ إيش هاد؟ أوكي أنا وين؟ هاي مرتي. أوكي عم تطلب مني أضبط شوية شغلات بالبيت، بس إيش البيت هذا المهترئ؟ ليش في عفن في كل مكان؟ ليش مرتي معفنة؟ ليش أنا معفن؟ طلعوا في إشي هون. اوه ماي جاد في بقعة سوداء. لا اوكي عادي الواحد يذكر الموت في هيك بيت. واو فينتج البيت بتحسه. اي لايك ات. ايش هاد؟ ريموت تلفزيون، بنقدر نشغل التي في؟ اوكي شغلنا التي في، ما بدي اشغل التي في، طفيه. لازم احط 8 شغلات على الطاولة هاي، بس مش عارفة شو هي الأشياء لازم أحطها هون. يا أخي ليش أنا ومرتي معفنين هيك؟ طلعوا المجلى معفن. حبيت الثلاجة تاعتنا عليها ستيكرات أشياء، بحب هاي الشغلات أنا جايز. طب تعالوا نستكشف باقي البيت. هاي انا ومرتي، يو والله انه كيوت انا وياها. تزوجنا عام 1982، كم سنه يعني انا متجوزين؟ وال إلنا بجوز 35 سنه، شو 50 سنه، يخرب بيتنا شجرنا مع بعض. اوكي شو هاد؟ كالندر. اليوم عيد زواجنا، او ماي جاد مالي مبسوط. اوكي احنا في سنه 1986 مش بسنه 2024 حاليا. وات يعني احنا تزوجنا سنة 1982 واحنا حاليا بالزمن بسنة 1986. يعني لنا 3 سنين متزوجين بس. اوكي واليوم عيد زواجنا، يعني انا بدي اعملها مفاجأة ولا شو؟ اوكي شو هذا؟ عم تطلب مني اضبط الطاولة كأنه؟ هي رح تتأخر بالشغل فطلبت مني ارتب الطاولة قبل ما تيجي من الشغل. اوكي طب شو اعمل فيها؟ كيف ارتبها يعني؟ بقدر افتح الزبالة، غريب، في شغلات بقدر افتحها في شغلات لا. انا كيف بدي ارتب الطاولة؟ ما انا مش فاهم كيف يعني ارتب الطاولة، مش فاهم. جوز لازم اطبخ، احضر لها اشي تاكله. طب بس كيف بدي اطبخ؟ اعملها شوية توست، طب شاي، طب قهوة، طب سكينة في عين. مش قصدي، لازم احترم زوجاتنا يا جماعة. مش عارفة كيف اطبخ، خلينا نكتشف باقي البيت قبل ما نكتشف كيف نطبخ. اوكي هذا الباب بفتح، حمام لطيف. اوكي نشوف هذا الباب ايش فيه. يا أمي سويت هوم، والله إني واحد حيوان، رامي جرافتي على الأرض ليش؟ أوكي بقدر أنام؟ عادي بنام وبس يجي بنرجع بنحضر الطاولة، وين المشكلة؟ تختي كتير حلو، بحب كتير التخوت اللي بتيجي زي هيك. شو لازم أساوي أنا كيف؟ شو أساوي؟ مش فاهم شو لازم نعمل؟ نشوف إذا في هون إشي. أوكي هذا الباب مسكر، ليش؟ ما ارتحت للموضوع بالمرة. طب نحاول نطلع من البيت مثلا، نروح نشتري لها هدية. استناها لتيجي يعني ولا شو؟ في حدا واقف غاد، جايز والله العظيم طلعوا، هاد خيال واحد. اوكي ما حبيت. واخيرا لقيت شيء بيفتح بهذا المكان. هاي الشغلات لازم احطها هون. اوكي حكيت لي ارتب الطاوله، ما اخباني.
ضل في اشي لازم احطه، ضل لازم احط الصحون اتوقع، بدي صحون نظيفة بس. منين بدي اجيب صحون نظيفة؟ صح بالخزانة فوق هاي في صحون هون عنا. ايوة لو سمحت بدي صحن. ايوة هاي صحن. ثانك يو يا والله اني انسانة كويسة. ضايل احط كمان اشياء، اتوقع لازم احط شمع. وين بدي الاقي شمع؟ استنوا شوي يمكن الاقي شمع هون. هون في شمعتين ممكن هدول كانوا الانيفرساري وحاجة اشياء وعيد زواج وي 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 وي. لا نحط كاستين مش شمع. اوكي صارت الطاولة مليانة. في تليفون عم برن. خلنا نروح ندور على الخاتم تاعها، انا بتذكر انه شفته بالحمام. ايوه هيو. اوكي لقينا الخاتم، وين نروح فيه طيب؟ بدها اياني ارجع لها اياه على الجيلري بوكس تاعها. اوكي وين لازم احطه؟ في شي جوا انكسر. يما بسم الله لحالي بالبيت، شو المفروض اشي ينكسر؟ وات؟ كيف هيك؟ اوه ماي جاد استنوا شوي، بلكي هذاك الكلب اللي كان واقف برا هو اللي فات لجوا. استنوا. لا بعد واقف مكانه! اوكي احنا لنفترض انه في رياح اجت وقعتهم، اوكي؟ مع انه الشباك مسكر بس عادي 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 في رياح. اوكي لازم انظف بسرعه قبل ما تيجي على البيت. نظف نظف. لازم اكبهم بزبالة اتوقع. اوكي. ها؟ اجت كأنها؟ انا سامع هذا الصوت من هون جاي. او ماي جاد. اوكي هي وصلت، المفروض انها وصلت صح؟ او ماي جاد! وينها؟ وات؟ ويت! هاد مش نفسه بيتنا؟ البقعة السوداء هاي كبرت. اختلفت طاولة الطعام. نعم؟ مش قبل شوي انكسرت؟ كيف هيك؟ الو مخي انحول يا جماعة، شو عم بيصير حوالينا؟ بقدرش افتح الزبالة ليه؟ او ماي جاد. استنى شوي، في سمع صوت بالحمام. هي دين. Can you clean the mess you left in the living room? What? You left your books all over the table. What? What mess? Fine, give me a second. يا جماعة بتقولي روحي نطفي اللي كسرتيه على الطاولة، طب ما هي الطاولة بتلمع لنق، أي شو اللي كسرته؟ ما كسرتش شي على الطاولة. بجوز أخذت صداع هذيك الطاولة اللي هناك، إحنا عندنا بيتين. Oh my god! Guys الخيال طلعوا كيف صار! إيش في؟ أنا توترت. خلص! طب كيف هيك؟ أنا إجيت من هون قبل شوي، استنوا شوي، هسا إحنا ببيت جوا بيت أتوقع، استنوا أشوف غرفة نومنا زي ما هي. لا والله اختلفت، طلعوا جرافتي هون. وات؟ الخاتم مش كان موجود هون راح. أوكي ما حبيت، نرجع لبيتنا القديم كان أحلى. أوكي سكرت الباب، طب أنا إيش لازم أعمل هلا؟ أنا إيش لازم أعمل؟ بدي يعني أرتب هاي الطاولة. أوكي رتبتها. حطيت الكتب هون. والله اني زوج صالح. اوكي لازم كل كتاب احطه في مكانه. اوكي الاخ بده يطلع يشم هواء، يا ريت صراحه انا كمان نفسي اطلع اشم هواء. بدنا نطلع نشم هواء يمكن من الشباك. او ماي جاد. ممكن تخرسي؟ ايش هاد؟ وات؟ بيت جوا بيت. جايز شو عم بيصير؟ طلعوا البقعة السوداء عم تزداد. هي لا تسكر. او ماي جاد ليش عم بسكر؟ شو هذا؟ يما يما خفت يما. شو هاي؟ تركت لي رسالة. ويت هاي الرسالة مش من مرتي، هاي الرسالة من حدا انا متدين منه فلوس، فهو بقول لي عادي ادفع وقت ما بدك والحياة تمام وانا بعرف انك بتمر بضائقة مالية صراحة. هذا الصديق حبيته، هذا صديق صدوق. شو هذا؟ في بوكس. اوكي مش عارف ايش بدي اعمل بس هذا الاشي الاسود عم بيز. في حدا دق على الباب صح؟ ما حبيت ما حبيت ما حبيت. اوكي لساتها الغرفة زي ما هي بس غيرت هون الأشياء. سلة الزبالة تغير مكانها. يا جماعة سلة الزبالة لها عامل كثير مهم بهذا الجيم ما بعرف ليه. شو هذا الإشي اللي بيزيد كل شوي؟ أنا حاسة إنه له علاقة بالكائن اللي برا. هذا الباب مسكر. أوكي غرفة النوم صارت جدا فوضوية. الظاهر إنه هي الكلبة كمان فوضوية مش بس أنا. شو صاير بصورتها لمرتي؟ يا حيوانة! اوكي مرتي كلبة بس لا يعني انك تمد ايدك عليها! كأنه الخزانة فتحت.
Oh my god. اوكي. لازم احط البوكس هون. او ماي جاد، شو صار شو صار؟ الو 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 الو، شو عم بيصير؟ في 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 مش قادر اتحرك. او ماي جاد، صار اشي. هذا البوكس ملعون. مرتي مرتي انسحبت. Not now. I need space to breathe, please. You're suffocating me. ما لا بتسب علي. It's finished talking. Open the damn door. Oh my god, مش قادر اتحرك. مش قادر اتحرك. مش قادر اتحرك. مش قادر اتحرك. Guys, 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 guys. Oh my god. Oh my god, شوفي. What? Whoa, 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 whoa. What? شو هذا الشيء الاسود اللي بحب الدنيا؟ مرتي ملبوسه يا جماعه. Oh my god, مسحوبه من هون. انسحبت. ما حروح، ما حدور عليها. انا ما بدي ادور. تموت. انا مالي. او ماي جاد، سكرت الباب. وات. فتح هذا الباب. اقسم بالله انه ايدي، شعر ايدي وقف في الخوف. في رسالة ثانية؟ شوف من هاي الرسالة، من ارثر، من واحد ثاني غير هداك. انا متدينة من نص الكرة الارضية مصاري ولا ايش الوضع؟ الشركة تاعتي عم تحكي لي إلي 6 أيام أنا غايبة ما داومت على الشغل. أنا ماليش عشرين دقيقة بلعب الجيم، أقسم بالله صاروا 6 أيام. طب خلص أقسم، وإيش عملكم؟ أنا في مصيبة ثانية حاليا. في 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 شبح أسود ببيت. إيش صار؟ أوه ماي جاد. اسمعوا، يا مرتي مجنونة يا في روح لابسيتها، واحد من التنتين، وشكله الاحتمال الثاني هو الكبير. في ناس طبخت. اسمعوا، عادي تاخذوا مرتي، ما فيش مشكله، عادي بالنسبه لي. اما انكم تطبخوا على الغاز تاعي ابدا مش عادي، لو سمحتوا. من يوم طلعت تاخذوا اذني، هذه الحركات ما بتصير. بس هي كانت هون قبل شوي، هاي المره السوداء صح؟ هاد نفس الخيال اللي كان قبل شوي برا. خايفه اطلع، اقسم بالله، اقسم بالله خايفه اطلع. او ماي جاد. وات؟ كيف الملكان الخيال تاعه هيك؟ ليش في عندي ملكان بغرفة النوم تاعتنا؟ الخيال مختلف عن الاشي اللي موجود قدامي هون، ما بعرف كيف الملكان طالع له ايدين بيخوفوا زي هيك، بس انه اتس اوكي. او ماي جاد. في اشي ركض وراي. او ماي جاد، او ماي جاد، في اشي صار وراي. اوكي. الحمام تدمر مبدئيا تاعنا. جماعة أنا كثير خايفة، شو عم بيصير معي؟ طب أنا كيف بدي أطلع من هذا المكان؟ فهموني. بقدر أطلع من هون؟ أوكي بقدر أطلع. بيتنا طبيعي بدون أي مشاكل. أو ماي جاد. رسالة تانية من مين؟ من إيش؟ مش عارفة أقرأ، مخربش كثير. مين مخربش على وجهي؟ ليش هيك؟ في حدا بيعيط هون. طب ليش عم بتعيط مرتي؟ طب مرتي بتعيط على التليفون، طب انا ايش اعمل؟ ما بقدرش اساعدها. شو هاي كل الغرف اللي فتحت؟ اوه ماي جاد، كلها مسكره مبدئيا. جايز، بيتنا صار موجود بالعماره ولا ايش؟ مش مرتاحه، مش حابه الموضوع بالمره. لا لا وايت وايت. ايش؟ هي عم تحتفل بيت زواجنا حاليا؟ انا كنت عارف اني متجوزه شبح. طب ممكن ننفصل بالحسنى لو سمحتي؟ بدنا نتطلق. وين بقدر اقدم ورقه معامل الطلاق؟ ما ب... ما ب... ما ب... ما بدي احتفل معك بعيد زواجنا. سكرت الباب. شكله الطلاق اوبشن مش مناسب حاليا. او ماي جاد، او ماي جاد، شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. تعالوا نقرب لانه مش حاسس انه راح تنتهي على خير. هاي عروس، كيفك؟ ار يو اوكي؟ هاي ملكان مش عروس. الشمع بيطير، الشمع بيطير. جايز انا حطير. ها سوري انيتا، اي كانت ليت يو جو. او ماي جاد، ايفن ديث كود دو اس بارت. انتوا استوعبتوا شو اللي صار؟ الزلمه نفسه طلع المجنون، عامل كل هاي الطقوس عشان يستعيد مرته من الموت. اول مره بحياتي بخاف بلعبه رعب زي هيك. ما مش عارفه اتنبا شو في بعدين، يعني انتوا فاهمين؟ بالعادي انا بصير احلل، هون مش عارفه احلل. حساب الانستغرام على وجهي، اذا حابين تروحوا تضيفوني ضيفوني على الانستغرام.
هناك بعملش إشي غير إني بعرف شو بعمل صراحة. وبرضو حيطلع ود شو اسمه بطل تعرف أحكي، برضو حيطلع فيديو تاني عود جيهان، إذا بتحبوا تحضروا روح حضروا وبس. وما أعتقد بعد هالجيم أرجع ألعب لعبة إذا بتكون يعني أرجع ألعب ألعاب رعب مرة تانية. وصلوا هذا الفيديو لخمسين ألف لايك، أيوة هيك حر أنا بيوم طالب تسقطوا 50,000 لايك. بدكم توصلوهم بدكم توصلوهم كيف؟ ليش بعرفش؟ طب ليش بعيط؟ أنا خايفة، أنا ليه بعيط؟ سؤال ليه بعيط؟